السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. سوف نتعرف في هذا الفيديو على الجهاز المصرفي، مفهومه ومكوناته. يعد الجهاز المصرفي من أهم المؤسسات المالية التي تعزز تسهيل انتقال الأموال من المقرضين إلى المقترضين. ويتكون الجهاز المصرفي من البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة، بحيث تتركز عمليات هذا الجهاز على اقتراض الأموال وإقراضها. أولاً سوف ندرس البنك المركزي، مفهومه ووظائفه. يعرف البنك المركزي بأنه هو البنك المسؤول عن الجهاز المصرفي وتنظيم إصدار النقد، ويشرف ويراقب على العمليات المصرفية التي تتم عن طريق مؤسسات الجهاز المصرفي. من أهم وظائف البنك المركزي بأنه يعرف ببنك الإصدار، وأيضاً بنك الحكومة وبنك البنوك. يعتبر البنك المركزي هو بنك الإصدار، لماذا؟ لأنه هو الجهة المسؤولة والوحيدة عن طباعة وإصدار عملة البلد. وكذلك يتصف البنك المركزي بكونه بنك البنوك، لأن جميع البنوك التجارية تحتفظ بحساباتها مع البنك المركزي، وأيضا يقوم بتسوية أرصدة المقاصة فيما بين البنوك التجارية. وتعرف هنا أرصدة المقاصة بأنها هي المديونيات المتبادلة بين البنوك التجارية. وأيضا يعرف بأنه بنك البنوك لأنه يحتفظ بودائع البنوك التجارية، وأيضا القيام بمهمة المقرض الأخير لتلك البنوك التجارية عند الحاجة لذلك. وكذلك من أهم وظائف البنك المركزي هو قيامه في مراقبة البنوك التجارية ومتابعتها بما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي. وأيضا يطلق على البنك المركزي بأنه بنك الحكومة، كونه يؤدي الخدمات المصرفية نيابة عن الحكومة، وأيضا يحتفظ بأرصدة حسابات الحكومة سواء وزارات وهيئات داخله. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى المكون الثاني من مكونات الجهاز المصرفي، وهو البنوك التجارية التي تعرف بأنها المؤسسات المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات والمؤسسات، بحيث تستخدمها في منح القروض وأيضا السلف. حيث من أهم الوظائف الأساسية للبنوك التجارية هو قبول الودائع من العملاء أفرادا ومؤسسات عن طريق فتح حسابات مصرفية لها، وهو أساس العمل المصرفي
في ذلك القطاع، وأيضا خلق النقود بالاقتصاد عن طريق إقراض ودائع العملاء للباحثين عن الأموال سواء أفراد ومؤسسات بقروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مصدرها الودائع المصرفية، أي القيام بخلق نقود إضافية في الاقتصاد تضاف إلى الأموال الموجودة. وأيضا من وظائف البنوك التجارية القيام بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعتبر المصدر الأساسي لتحقيق الأرباح في البنوك التجارية. لذلك لابد علينا التفريق ما بين الودائع والقروض، حيث تعرف الودائع أو تعرف بأنها هي المبالغ النقدية المستحقة لعملاء البنك من أفراد ومؤسسات مقابل الحصول على عائد نقدي سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. أما أعزائي الطلاب، القروض فتعرف بأنها تزويد الأفراد والمؤسسات بالمبالغ النقدية المطلوبة على أن يتعهد المدين بسدادها وفوائدها وعمولاتها المستحقة على أقساط وبالوقت المحدد والمتفق عليه بين المدين والبنك التجاري. ثالثاً، المكون الثالث من الجهاز المصرفي وهو البنوك المتخصصة، حيث تعرف بأنها المؤسسات المالية التي لا تزاول نشاط البنوك التجارية وتهتم فقط في إنعاش قطاعات محددة في الاقتصاد. يقتصر دور البنوك المتخصصة في ممارسة العمليات المصرفية، أي توفير القروض لخدمة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية كالنشاط الزراعي والصناعي والعقاري وغيرها من الأنشطة المهمة في تنمية الاقتصاد. إذن وظيفتها الأساسية توفير قروض لخدمة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية، وأيضا تشمل قروض طويلة الأجل مختلف القطاعات في الاقتصاد، بحيث يكون هناك بنك متخصص للصناعة وبنك متخصص للزراعة وبنك متخصص للعقار وبنك متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد موارد البنوك المتخصصة أعزائي الطلاب على الأدوات المالية في سوق رأس المال والاقتراض من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى، وليس من أعمال البنوك المتخصصة قبول ودائع الأفراد أو القيام بالعمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك التجارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.